بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع الدرس الثاني من دروس الصف الثامن، وهو بعنوان التمثيل البياني لمعادلة خطية متغيرة. السؤال بيقول أو النشاط بيقول: تحدث مع زميلك عن خطوات تمثيل المعادلة. هاي طلع معادلة، هاي بدنا نمثلها بيانيا. احنا درسناها سابقا صراحة، حكيناها قبل هالمرة، بس خلينا نجرب نشوف كيف بدنا نمثلها بيانيا. طلع الخطوات: اولا نختار او نصنع جدول، نعمل جدول. هاي عملنا مستطيل عشان نعمل جدول، بنروح بنعمل خط هيك بسمه، ايوه هذا جدول. الجدول هذا نحط فيه قيمة سين وقيمة صاد. كم نقطة نحتاج حتى نمثل؟ حقيقة نحتاج نقطتين على الأقل، لكن واحد حط ثلاث نقاط أربع نقاط ما في مانع، لكن نرجع بنقول نقطتين كافي. بنحط هون سين، نسمي هون سين وهون صاد، نضع مكان سين. أنا المعادلة تبعتي شو هي؟ صاد يساوي سين زائد أربعة. معادلتي هي صاد هي سين زائد أربعة، يعني نكتبها هون صاد تساوي سين زائد أربعة. حط مكان سين مثلا صفر، عوض مكان سين صفر، يعني هون بتصير هيك صاد تساوي صفر زائد أربعة. إذا خطواتنا مرة ثانية شو عملنا؟ عملنا جدول، حطينا سين وصاد، نضع مكان سين قيمة، أي قيمة. أنا دائما بختار الصفر لأنه أسهل في التعويض والحساب مش أكثر، لكن لو واحد حط واحد صح، سالب واحد كمان صح. إذن هنا إذن صاد تساوي كم؟ تساوي أربعة. إذن هون صاد تساوي أربعة. هذه عبارة عن نقطة، هذه عبارة عن نقطة اللي هي النقطة صفر وأربعة، المسقط السيني صفر والمسقط الصادي أربعة. يلا نرد نعيد نفس الكلام، هالمرة بدنا نعوض مكان مين؟ بدي عوض مكان صاد. وحب يقولي طب ما بدي عوض مكان صاد، بدي عوض مكان سيني بواحد صح، بدي عوض مكان سيني بسالب ثلاث كمان صح. أنا بدي بس أنا أتعلم على شغلة عشان أطلع المقطع السيني والمقطع الصادي. هون لما نقول صفر وأربعة حسب نشوف كيف نمثلها، وبدنا نعرف هاي النقطة اللي لما عوضت مكان سين صفر هل هي مقطع سيني ولا مقطع صادي. يلا هالمرة الثانية بدي أحط مكان صاد إيش؟ صفر. يلا سين زائد أربعة، حل لي المعادلة، ناقص أربعة على الطرفين، إذن سين تساوي سالب أربعة. إذن هون لما صاد صفر، طلع وين حطيت مكان صاد؟ صفر، حطينا مكان سين إيش؟ سالب أربعة. إذن صار في عندي نقطة ثانية اسمها سالب أربعة وصفر. بعدين بروح بجيب محاور إحداثية زي ما شايف الرسمة قدامكم جاهزة، مقسمة مربعات، إذا معك دفتر مربعات بيكون أفضل، أو نعملها كمان راح نوريكم إياها على الجوجبرا كيف بنمثلها. يلا وين النقطة صفر وأربعة؟ يعني بدي أمشي سينات صفر، يعني كيف سينات صفر؟ يعني لا تروح لا يمين ولا يسار، واطلع أربع خطوات أو أربع درجات وين؟ على محور الصادات. إذن هاي عبارة عن النقطة هاي اللي هي صفر وأربعة، هاي شو اسمها هاي؟ اللي اسم ثاني اسمها مقطع صادي. يعني لما تحط مكان سين صفر أنت شو بتطلع؟ بتطلع المقطع الصادي. يلا سالب أربعة وصفر، يعني بتمشي على السينات سالب أربعة وتطلع صادات صفر، يعني ما تطلع لا فوق ولا تحت. بعدين بتجيب مسطرتك وبتوصل بين النقطتين، لأنه هاي هي أصلا معادلة خط مستقيم. هاي هي طريقة تمثيل البياني لمعادلة خطية متغيرة.